كلكم مثلا فيما يتعلق بالأمازيغية. نهار اللي عملنا اجتماع في وزارة العدل وقلت الأطر استعدوا لاستدماج اللغة الأمازيغية في عمل المؤسسة القضائية، ما يمكنليش نقول لكم حجم الذهول، عدد القوانين اللي خصها تترجم، الإجراءات في التحقيق في النيابة في الحكم، واش يكفي تترجم اللغة؟ يقول لكم أنت كترجم الطلياني وكترجم الإسباني، علاش غترجم؟ لأن مواطن، لأن هذه لغتي. فإذا نقول اليوم بعد 10 سنوات لابد أن نتوافق حول إطار ما لمساءلة هذه الوثيقة الدستورية بهدف تجويدها وبهدف أن تعطينا واحد الميكانيك ديال 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 ثانيا وما عنديش الوقت، لابد أن أقول أنه إذا كانت الوثيقة الدستورية في مستوى رائع وفي مستوى ممتاز، الفاعل السياسي متخلف، الفاعل السياسي ليس في مستوى هذه الوثيقة الدستورية. وباللي حنا تنحاولوا الآن لتحديث حزب التجمع الوطني الأحرار باش نعملوا واحد الفاعل سياسي حداثي كيشتغل بوسائل جديدة لكي يجد دوره ضمن هذه الآلية الدستورية الجديدة.